روكستار جيمز لطالما كانت إحدى أقوى الشركات المؤثرة في صناعة الألعاب، وعلى مر عقدين من الزمن الشركة قدمت قائمة كبيرة من الألعاب، منها ألعاب المغامرات التفاعلية والسباقات، وأيضا الشيء الأهم ألعاب العالم المفتوح، والتي بدأت ثورة هذا النوع من الألعاب بلعبة Grand Theft Auto 3، والتي مهدت الطريق للكثير من ألعاب العالم المفتوح التي نعرفها الآن، مرورا بألعاب أمثال Red Dead Redemption والتي قدمت تجربة الغرب الأمريكي المثلى وغيرها الكثير من الألعاب. لكن لطالما كانت ألعاب روكستار مستهدفة من قبل الإعلاميين والسياسيين، والتي أثارت الكثير من الجدل، وبالرغم من انتقاداتهم لم يشكلوا عائقا أمام إنجازات الشركة بألعابها العديدة، واستمرت روكستار بتطوير ألعاب منافسة لبقية الشركات. روكستار جيمز هي شركة تطوير ونشر ألعاب بريطانية تابعة للشركة الأمريكية تيك تو انتراكتيف، وتم تأسيسها عام 98 من قبل الأخوين سام ودان هاوزر، تيري دونوفان، وأيضا جيمي كينغ. لكن الآن قيادة الشركة بين يدي الأخوين هاوزر، ومنذ عام 99 بدأت شركة تيك تو انتراكتيف بإنشاء عدة استوديوهات تحت راية شركة روكستار جيمز، فقامت تلك الاستوديوهات بتطوير ألعاب عديدة متنوعة، من ألعاب السباقات والمغامرات التفاعلية إلى ألعاب العالم المفتوح التي امتازت بها الشركة. دعونا نلقي نظرة على ما قدمته لنا روكستار جيمز من ألعاب على مر عقدين من الزمن، لكن حديثنا سيقتصر على أهم الألعاب بالإضافة إلى أهم الإضافات والتوسعات. عام 97 كان بداية مسيرة شركة روكستار جيمز بتطويرها الجزء الأول من السلسلة الشهيرة Grand Theft Auto، وتم تطويرها من قبل DMA Design، الاسم السابق لاستديو روكستار نورث. اللعبة كانت من نوع المغامرات التفاعلية من منظور الشاشة العلوية، وقدمت مغامرة في عالم الجريمة بمنظور مختلف. Grand Theft Auto لم تكن سيئة، بل أنها حققت مبيعات تتجاوز المليون نسخة حول العالم، وكانت بداية موفقة للسلسلة. يأتي عام 99 لتقوم روكستار جيمز بإصدار 5 ألعاب شاملة الجزء الثاني من سلسلة Grand Theft Auto، وهذه الإصدارة حافظت على نفس عناصر سابقتها مع بعض الإضافات. وفي ذلك العام تم إصدار ألعاب مثل Monster Truck Madness 64 Wild Metal Country، مع وجود توسيعتين للعبة Grand Theft Auto. مع بداية القرن 21 قامت روكستار جيمز بإصدار 6 ألعاب، أبرزها لعبة Smuggler's Run، لعبة مركبات حربية يتم فيها استخدام مختلف المركبات لتهريب البضائع والحمولة العسكرية، وما جعلها ممتعة أكثر طور اللعب الجماعي والتي أحبها العديد من اللاعبين، واللعبة حصلت على تقييمات جيدة. أما اللعبة الأخرى هي لعبة السباقات الشهيرة Midnight Club Street Racing، لعبة سباقات في عالم مفتوح مزودة بالقصة واللعب الجماعي، أيضا اللعبة حصلت على تقييمات جيدة. عام 2001 كان عاما حافلا لروكستار جيمز، فقد قاموا بإصدار 5 ألعاب شاملة Smuggler's Run 2 Hostile Territory، والتي تحسنت كثيرا عن سابقتها بإضافة مهام أوسع وأكثر إثارة، فحصلت اللعبة على تقييمات جيدة جدا. أيضا هناك الجزء الأول من سلسلة Max Payne، لعبة تصويب ثلاثية الأبعاد تتمحور حول البطل المحقق Max Payne الساعي للانتقام لمقتل عائلته. اللعبة امتازت بطريقة اللعب الحماسية مع الاعتماد على مجابهة الأعداء بالحركة البطيئة المستوحاة من فيلم The Matrix، وحصلت اللعبة على تقييمات جيدة جدا. لكن اللعبة الأهم في ذلك العام هي الغنية عن التعريف Grand Theft Auto 3، اللعبة التي كانت البداية الحقيقية للسلسلة، والتي بدأت نهضة ألعاب العالم المفتوح التي نعيشها الآن. اللعبة تغيرت جذريا عن سابقتها، فأصبحت من منظور الشخص الثالث مع حرية التجول في أرجاء مدينة ليبرتي سيتي، واستخدام مختلف الأسلحة والمركبات، والقيام بالمهام مع البطل كلاود سبيد بصورة لم نكن لنتخيلها. ومع ذلك اللعبة سببت جدلا كبيرا بين الإعلاميين والسياسيين بسبب كمية العنف المصحوبة مع اللعبة، وأيضا صدور اللعبة بعد أسابيع من أحداث 11 سبتمبر. لكن Grand Theft Auto 3 أحبها الكثير من اللاعبين والنقاد، وهي تعتبر من أفضل أجزاء السلسلة، كما أن اللعبة استلهمت العديد من الأشياء من أفلام ومسلسلات المافيا الشهيرة أمثال The Godfather و The Sopranos. 3 ألعاب تم صدورها في عام 2002، أبرزها لعبة Grand Theft Auto Vice City، الجزء الفرعي الأول من السلسلة، واللعبة تشمل نفس عناصر الإصدار السابقة لكن في مدينة جديدة مشابهة لمدينة ميامي الأمريكية، مع بطل جديد يدعى تومي فيرسيتي الساعي لبناء إمبراطورية إجرامية في المدينة. وبشكل عام حصلت Vice City على تقييمات جيدة. يأتي عام 2003 لتقوم روكستار بإصدار 3 ألعاب، الجزء الثاني من سلسلة السباقات Midnight Club، والتي تحسنت كثيرا عن سابقتها مع إضافة الدراجات النارية، وحصلت اللعبة على تقييمات جيدة جدا. حصلنا أيضا في نفس العام على Max Payne 2 The Fall of Max Payne، والتي كانت متممة لقصة سابقتها مع المحافظة على نفس طريقة اللعب، كما أنها حصلت على تقييمات جيدة جدا. في
في العام ذاته قامت روكستار بإصدار عنوان جديد يحمل اسم مان هانت، لعبة رعب نفسي وتجسس من منظور الشخص الثالث. واللعبة كانت شهيرة بالمشاهد العنيفة في إعدام الأعداء باستخدام عدة أسلحة وأدوات، وكانت محاطة بالكثير من الجدل بسبب ذلك. لكن مان هانت كانت ناجحة على الصعيد التجاري والنقدي. عام 2004 يعتبر من أهم أعوام روكستار جيمز. في ذلك العام تم إصدار Red Dead Revolver، الجزء الأول من السلسلة، والتي كانت أساساً إحدى عناوين شركة كابكوم، إلى أن قامت Take Two Interactive بالاستحواذ على حقوق الاسم. لعبة مغامرات تفاعلية في الغرب الأمريكي من منظور الشخص الثالث، وتدور القصة مع ريد هارلو الساعي للانتقام لمقتل والديه. بشكل عام اللعبة كانت جيدة وقابلة للعب وحققت مبيعات مقبولة. اللعبة الأهم في ذلك العام كانت Grand Theft Auto San Andreas، الجزء الفرعي والخامس بشكل عام. وهذه المرة خضنا مغامرة البطل سي جي في قصة محبوكة تتعلق بالعائلة والعصابات والخيانة. هذه الإصدارة في زمنها كانت أضخم ما قدمته روكستار. عالم واسع مقسم بين العصابات أتاح الكثير من الإضافات والخيارات، طريقة لعب محسنة بميكانيكيات جديدة، مركبات جديدة وأسلحة عديدة، والكثير الكثير من الأنشطة والمهام والأسرار لقضاء الكثير من الوقت. حتى هذه الإصدارة لم تسلم من النقد الإعلامي بسبب العنف والعنصرية. وبالرغم من ذلك GTA San Andreas أثبتت نفسها كإحدى أفضل أجزاء السلسلة، وأيضا إحدى أفضل ألعاب الجيل السادس من الألعاب. في عام 2005 تم إصدار ثلاثة ألعاب، لكن لعبة روكستار الأفضل في ذلك العام كانت الجزء الثالث من سلسلة السباقات Midnight Club. اللعبة حافظت على نفس طريقة اللعب الكلاسيكية، لكنها أضافت محتوى أكبر بكثير من سابقتها، طور قصة طويل والكثير من السيارات مع الكثير من الخيارات في تعديلها، بالإضافة إلى وجود أكثر من 90 أغنية شهيرة. هذا من غير أن ننسى طور اللعب الجماعي الممتع. كل هذه الأشياء جعلتها من أكثر ألعاب السباقات شعبية بين اللاعبين. عنوان روكستار الجديد لعبة قتال الشوارع The Warriors، المستوحاة من فيلم قديم يحمل نفس الاسم. لعبة مغامرات تفاعلية ثلاثية الأبعاد تشمل بعض عناصر ألعاب روكستار الأخرى، واللعبة حصلت على تقييمات جيدة جدا. أيضا هناك جزء فرعي من سلسلة Grand Theft Auto يحمل اسم Liberty City Stories، والتي صدرت على جهاز بلاي ستيشن المحمول، وتدور الأحداث في نفس مدينة الجزء الثالث Liberty City، وقبل تلك الأحداث بأعوام قليلة لكن مع شخصية مختلفة، وتمت إضافة بعض العناصر الجديدة. بحلول عام 2006 قامت روكستار بإصدار ثلاثة ألعاب شاملة الجزء الفرعي من سلسلة Grand Theft Auto، والذي يحمل اسم Vice City Stories الصادرة على PSP، ومرة أخرى تدور الأحداث في مدينة Vice City بقصة وشخصيات جديدة. واحدة من ألعاب روكستار المثيرة للاهتمام هي العنوان الجديد Bully، لعبة مغامرات تفاعلية في عالم مفتوح تدور أحداثها مع الطالب جيمي هوبكنز الذي يريد الارتقاء بين طلاب المدرسة، وهذا يشمل الطلاب المتفوقين والمتنمرين والمشاغبين وغيرهم من الطلاب. فيمكن القتال جسديا واستخدام أسلحة كالمقلاع والقنابل العفنة، واللعبة تشمل بيئة مفتوحة للقيام بالعديد من النشاطات والمهام الجانبية. فكرة جديدة فريدة من نوعها وفقت بها روكستار جيمز وحققت لهم نجاحات كبيرة. روكستار جيمز في عام 2007 اكتفت بإصدار لعبة واحدة وهي مان هانت 2، لكن هذه الإصدارة لم تكن ناجحة كسابقتها، ناهيك عن المشاكل التي سببتها بين الوسط الإعلامي والسياسي. لعبتان قامت روكستار بإصدارها عام 2008، الأولى هي الجزء الرابع من سلسلة Grand Theft Auto، اللعبة التي يعتبرها الكثيرين الأفضل بالسلسلة. في هذه الإصدارة عدنا مرة أخرى إلى مدينة Liberty City وتحكي قصة الجندي الروسي نيكو باليك في محاولاته من الهرب من ماضيه، في قصة تركز حول العاطفة والخيانة. عالم اللعبة مليء بالتفاصيل ويمكن القيام بالعديد من المهام والأنشطة بشكل أفضل من السابق. أيضا هناك طور اللعب الجماعي والذي قدم تجربة جديدة في عالم السلسلة. Grand Theft Auto 4 قدمت القصة الأفضل في السلسلة وحققت نجاحات عظيمة جعلتها إحدى أفضل الألعاب في تاريخ الصناعة. اللعبة الأخرى في ذلك العام هي Midnight Club لوس أنجلوس، والتي قدمت عالم مفتوح أكبر من سابقتها مع تجربة ممتازة لطور اللعب الجماعي. هذه الإصدارة تعتبر جيدة لكنها لدى البعض مخيبة للآمال بسبب قلة عدد السيارات وخصائص التعديل مع بعض المشاكل الطفيفة. عام 2009 قامت روكستار بإصدار عدة توسعات مع بعض الألعاب الجانبية. تم إضافة توسعتين لGrand Theft Auto 4 The Lost and the Damned وأيضا The Ballad of Gay Tony، وكلتا التوسعتين حققت أرقام ممتازة. أيضا هناك جزء فرعي من السلسلة يحمل اسم GTA Chinatown Wars، والتي صدرت على الأجهزة المحمولة وأعجبت اللاعبين والنقاد. يأتي عام 2010 لتقوم روكستار بإصدار إحدى أفضل ما قدمتها الشركة وأيضا إحدى أفضل الألعاب على الإطلاق،
Red Dead Redemption الجزء الثاني من السلسلة بقصة جديدة في عصر جديد مع الخارج عن القانون السابق جون مارسون المجبر على العمل لدى الحكومة لاستعادة عائلته مع التركيز على الجانب الأخلاقي في الخير والشر والعواقب وبعيدا عن القصة اللعبة قدمت عالم مفتوح يعتبر الأكبر في ذلك الوقت لخوض المغامرة الأفضل في الغرب الأمريكي شاملة الجبال والصحاري والقرى والمدن من غير أن ننسى وجود المجرمين وقطاع الطرق وعامة الناس وأيضا العديد من الشخصيات الهامة اللعبة أيضا قدمت طور اللعب الجماعي والذي أحبه الكثير من اللاعبين ويعتبر أحد أسباب نجاح اللعبة Red Dead Redemption قدمت أفضل ما لديها لتضع اسمها في تاريخ الصناعة ليست كإحدى أفضل ألعاب العالم المفتوح فحسب بل من أفضل الألعاب على الإطلاق في العام ذاته تم إضافة توسعة ل Red Dead Redemption تحمل اسم Undead Nightmare والتي قدمت تجربة جديدة بقصة تركز حول البحث عن علاج لوباء الزومبي الذي اجتاح البلاد والفكرة كانت ممتازة ولاقت استحسان الكثير من اللاعبين وفي 2011 تم إصدار لعبة واحدة من روكستار ألا وهي LA Noir لعبة تحقيق ومغامرات تفاعلية تدور أحداثها في الأربعينات من القرن الماضي تركز حول الجندي السابق المحقق كول فيليبس عندما قام بحل قضية صعبة لتشتعل الأحداث بعد ذلك واللعبة قدمت طريقة لعب من منظور الشخص الثالث شاملة استخدام الأسلحة النارية لكن ما يميز اللعبة هو دقة ملامح الشخصيات الواقعية وبشكل عام LA Noir حققت نجاحات كبيرة بحلول عام 2012 روكستار اكتفت بإصدار لعبة واحدة الجزء الثالث من سلسلة ماكس بين وتدور أحداثها مع ماكس بين والذي لا يزال يسعى للانتقام لعائلته وكانت مغامرته في البرازيل بعد مرور 9 سنوات عن أحداث الإصدار السابقة وفي هذا الجزء تم إضافة طور اللعب الجماعي واللعبة تميزت بالتوجه الفني في التصوير والإخراج وبذلك حققت ماكس بين 3 أرقام ممتازة عام 2013 العام الذي صدرت فيه إحدى أكثر الألعاب نجاحاً في تاريخ الصناعة Grand Theft Auto 5 اللعبة التي وسعت من مفهوم ألعاب العالم المفتوح بإعطاء اللاعب الحرية في القيام بأي شيء في عالم اللعب الكبير فلأول مرة في تاريخ السلسلة تم تقديم أكثر من بطل مايكل وفرانكلين وتريفر وكل شخصية يتمتع بقصته وصفاته الخاصة وقد يتشارك ثلاثتهم في بعض المهام وهذه تجربة جديدة منعشة في قصة مليئة بالدراما والأحداث المثيرة اللعبة وفقت في كل شيء المهام الأساسية والجانبية والقيام بالعديد من الأنشطة واستخدام مختلف الأسلحة والكثير الكثير من الخفايا والأسرار المخبأة في عالم اللعبة حتى أداء الشخصيات الصوتي كان من الأفضل من غير أن ننسى طور اللعب الجماعي المليء بالمحتوى الكبير والذي يتم دعمه حتى يومنا هذا Grand Theft Auto 5 في يومها الأول حققت أرباح تتجاوز 800 مليون دولار أمريكي الرقم الذي تخطى أرباح العديد من الأفلام السينمائية الكبيرة وحتى يومنا هذا Grand Theft Auto 5 حققت مبيعات تقارب 100 مليون نسخة مباعة وبذلك أصبحت Grand Theft Auto 5 إحدى أكثر الألعاب مبيعاً ونجاحاً في تاريخ صناعة الألعاب وأيضاً في المجال الترفيهي بشكل عام ها نحن الآن في عام 2018 روكستار قدمت لنا واحدة من أكثر الألعاب المنتظرة Red Dead Redemption 2 اللعبة التي كلفت روكستار الكثير من الوقت والجهد وذلك بتعاون جميع استديوهات روكستار للعمل على اللعبة مغامرة جديدة تعود بنا إلى الوراء بشخصيات جديدة مع عودة بعض الشخصيات من الإصدار السابقة سنخوض المغامرة مع آرثر مورغان أحد أهم أعضاء عصابة دوتش فاندرليند وسيتحتم البقاء مع الجماعة والعمل لأجل الجماعة والقيام بالترحال والسرقة والأعمال الإجرامية في سبيل الاستمرارية عالم مفتوح كبير ومتغير وأيضا مخيف وأكبر بكثير من السابق يتيح لنا القيام بالعديد من الأنشطة وقضاء الكثير من الوقت مع عمر اللعبة الطويل ناهيك عن المجابهات اليدوية أو الأسلحة النارية والتي أعطتنا نكهة قساوة تلك الحقبة Red Dead Redemption 2 هي واحدة من أفخم ألعاب هذا الجيل وبكل تأكيد ستكون من أفضل الألعاب على الإطلاق هناك بعض العناوين التي لم تقوم روكستار جيمز بالعمل عليها أبرزها لعبة إيجنت والتي قامت روكستار بتجديد علامتها التجارية العام الماضي أيضا هناك بعض الأقاويل عن اقتراب الجزء الثاني من لعبة بولي وبالتأكيد هناك الجزء السادس من سلسلة Grand Theft Auto لكن لن نتوقعها في القريب العاجل إذن كانت تلك ألعاب روكستار جيمز أو أهم ألعاب روكستار جيمز لكن لو ألقينا نظرة على سنوات إصدار الألعاب سنجد أنه منذ عام 99 تقوم روكستار جيمز بإصدار لعبة أو أكثر في كل عام حتى وصلنا إلى عام 2013 عندما صدرت Grand Theft Auto 5 وبعدها ب5 سنوات تم إصدار Red Dead Redemption 2 فترة طويلة من غير أي إصدارات من روكستار وبدلا من ذلك ركزت الشركة على دعم GTA Online خلال تلك الفترة والأهم من ذلك
ذلك قدموا لنا وأخيرا Red Dead Redemption 2، إحدى أقوى ألعاب روكستار جيمز وألعاب العالم المفتوح على الإطلاق. ما القادم من روكستار جيمز؟ ما علينا سوى الانتظار. على كل حال، هذه كانت نبذة عن تاريخ روكستار جيمز وما قدمته لنا من ألعاب على مر الزمان. شاركونا رأيكم في التعليقات عن أفضل ألعاب روكستار جيمز، وإذا عجبكم المقطع لا تنسوا النشر والإعجاب والاشتراك بالقناة وكذلك تفعيل التنبيهات ليصلكم كل جديد. شكرا لكم على المتابعة، وحتى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم.